تلقت النجمة أصالة سيلاً من التهاني بعد طرح أحدث أغنياتها صندوق من ألبومها الجديد لحقت نفسي، الذي قد بدأت طرحه تباعاً منذ شهر بالتعاون مع روتانا. وشهد موقع إكس غزالاً متبادلاً بين أصالة وزوجها فائق حسن، الذي أثنى بشدة على أغنيتها الجديدة صندوق. في البداية تحدثت أصالة عن الأغنية قائلة: نقيت الأغنية هدية لروحي اللي بحاول بشتى الطرق أداريها وطبطب عليها مشان توصل لكم مثل ما بدي. وعلق حسن على كلام أصالة: صندوق أغنية بملامح وطن، صوتك فيها خلطة من شجن وحنين، أثرت الأغنية فيا مع الناس ونزلت دموع حنين وفرح وحب رغم إني سمعتها وإنتي تغنيها أكثر من مرة. بكل مكان سافرنا كنت تغنيها بطريقة غير، تصحي من النوم مكتشفة أسلوب جديد وتعيديها، أصريتي على أنك تقدميها بهذا الشكل بالرغم من خوف المقربين من التجديد بالأداء، لكن صوتك وروحك وإحساسك وصل وأثر، فخور فيكي، رائعة بكل تفاصيلك، مضيفا واسم هاشتاج جوزتي. وردت أصالة بقولها: لأني معك لقيت نفسي مثل ما كنت بتمناها، صرت بعرف أني راح لاقي كل خيالي بصوتي وروح معك لآفاق بعيدة أكتشفها من جديد يا جوزي يا شريك العمر الحلو اللي معك بس ابتدى.